لكل طفل، لكل طفل، لكل طفل الحق في الحياة، كل طفل عنده الحق في الحياة، لكل طفل الحق في الجنسية، الحق في الهوية، بحرية التعبير، حرية الفكر والدين. كل طفل عنده الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في اللعب، الحق في اللعب والترفيه، الحق بالحماية من العنف، في الحماية من الإهمال، من الاستغلال، من الانتهاك الجنسي، من أي انتهاك جنسي. لكل طفل، لكل طفل الحق بالحماية من التقاليد الضارة، الحماية من العمالة، الحماية من التجنيد. لكل الأطفال نفس الحقوق، نفس الحقوق، نفس الحقوق. الأطفال بحاجة إلنا، الأطفال بحاجة إلكم. تعالوا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض نتعاون ونأمن الحياة، التعليم، الصحة والحماية لكل طفل، حتى نخليه عالمنا عالم أفضل للأطفال، للنساء ولكل إنسان. مع نبيل من النبلاء وفنان من أجمل فنانين الوطن العربي، فنان المميز والقدير صابر رباعي. أستاذ صابر، شو تعني لك هالجائزة؟ يعني دعم كبير أكيد ننالو بصراحة بهذه الجائزة والجوائز طبعاً بصفة عامة. نحب نقول كلمة بهذه المناسبة، وجودنا اليوم لدعم مثل هالمبادرات الجميلة الطيبة جداً من البلدان العربية، حتى نكون يد تمتد مع المؤسسات الخيرية حتى نساعد الأطفال ونساعد كل ذوي الاحتياجات طبعاً. طيب، فنان المميز الفنان صابر رباعي، شو يحب يوجه كلمة لفنانين الوطن العربي ونجومها في شتى المجالات؟ يعني نقول لهم احنا فنانين أكيد ناس تحبنا، ومن واجبنا أن نحب كذلك الناس، ونحب الناس اللي تحتاجنا في وقت الشدة، ونتمنى أنه نلتقي يوم من الأيام الفنانين الكل ونعمل حفل كبير كبير، يعني ميجا جالا يعني كبير، ويكون ريعه كمساعدة منا للمؤسسات التي تحتاج إلى الرعاية والعناية أكيد. وإحنا نحبكم برشة فنان ومسرح ينتظرك ويتشرف وجودك عليه. طبعا اليونيسف اسم غني عن كل التعريف، اسم يوحي بالجدية والخبرة والتمرس. اليونيسف محرك أساسي لتحصيل حقوق الأطفال في العالم كله، لأن اليونيسف يملك السلطة العالمية للتأثير على صناع القرار. كل ذلك يجعل من اليونيسف منظمة فريدة وسط المنظمات العالمية والهيئات العاملة مع الأطفال والشباب. المعروف أن 42% تقريباً من سكان دول الخليج العربي هم ما دون 18 من العمر، وهذا يدخل تماماً في نطاق عمل اليونيسف، ومن هنا أهمية هذه المنظمة لتفعيل النشاطات اللازمة لمعالجة القضايا التي تواجه الأطفال في منطقة الخليج، البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. في كل دول أو في كل دولة تتواجد فيها تعمل اليونيسف على تطبيق الإجراءات التي توفر للأطفال أفضل سبل الحياة، فالرعاية الملائمة في الصغر هي أساس متين لمستقبل الفرد وحجر الأساس في تقدم البشرية. من جهة أخرى تعمل اليونيسف على توفير التغذية الملائمة لكل الأطفال وعلى تحصينهم ضد أمراض الطفولة العامة. إذا أننا نخطئ في حق الطفل إذا تركناه يعاني من مرض أو يموت بسببه وكان من الممكن الوقاية منه، اليونيسف مكرسة فقط لتحسين حياة كل طفل وبالتالي كل إنسان، ويعني كل المجتمع.
لكل القيمين والعاملين في اليونيسف نقول لهم أنتم نبلاء في رسالتكم ونبلاء في إنسانيتكم. شكرا لكم جميعا. اسمحوا لي أني ندعو ممثل يونيسف في دول الخليج العربية الدكتور أيمن أبو لبن. جزيلا باسم ملايين الأطفال في العالم الذين يتلقون مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، باسم ملايين الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة ويتلقون التعليم ويتلقون الرعاية الصحية، أشكر منظمي هذا اللقاء وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.